السلام عليكم. ها نحن نجري حوارا تلفزيونيا عن قتل ضيف مميز من ضيوف حواراتنا، هشام الهاشمي، أبرز الباحثين الذين كانوا يمدون الحرب على الإرهاب بالأفكار العظيمة. قتله للأسف ضابط الشرطة، صدمة أخلاقية لا يمكن استيعابها. بعد عام من اغتياله توصلت أخيرا الأجهزة الأمنية لقاتل قال متى وأين وكيف قتله، لكنه لم يذكر أي شيء عن لماذا. لماذا قتله؟ لماذا هو؟ ولماذا هشام؟ لماذا الزمان ولماذا المكان؟ لماذا هذه تخبئ خلفها أشياء كثيرة عن الموت الذي ساد بعد أن توقف إلى درجة كبيرة؟ الموت الذي كان ينشره الإرهابيون، داعش اسمهم أو القاعدة، سلفيون أو بعثيون أو أيا من مجانين هذا العالم. قال القاتل: كنا أربعة على دراجتين ناريتين وهنالك سيارة ترافقنا، لكنه لم يقل من هم، ما هو اسمهم، ولم يقل من كان يوزع المهام عليهم. ومرة أخرى لم يذكر شيئا عن السؤال القاتل: لماذا؟ لماذا تقتلون شابا باسما باحثا ألمعيا أبا وزوجا وصديقا؟ لماذا تقتلون من كان يكرس وقته من أجل موت أقل في هذه البلاد؟ لماذا تقتلون من تكفل بتزويد الحرب على الإرهاب والجريمة والجهل بذخيرة المعلومة والفكرة والرؤية والنظرية؟ وسؤال لماذا حتما هو يحمل كذلك لكل من يقال لهم لماذا، يحمل سؤال: من أنتم؟